في آه. البداية يا شباب أحب أرحب بالناس اللي معانا اليوم في الدورة العامة لاختبار ستيب آه بس عشان نختبر كده الصوت ياريت ريت الناس تقول احنا سامعين ناس معايا طيب اي اشعار يا جماعه كده باي صوت يقول ان الصوت واصل طيب Uh, after the name of Allah, most gracious, most merciful, firstly, I'd like to introduce myself, Dr. Alaa Abdul Masood, the faculty of education, Dil Azhar University, and high studies in methodology and administration. Uh, today, as well as inshallah, we are going to <coughs> study something about or some information about step grammar from step circle test. طيب خليها بالعربي شوي بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور علاء عبد المقصود خبير اللغة الإنجليزية ودراسات عليا قسم الإدارة وطرق التدريس وخبير في أكاديمية سالم للعلوم والتدريب وإن شاء الله دورتنا العامة بتكون عن اختبار ستيب اختبار ستيب يعتبر من الاختبارات المشهورة في المملكة العربية السعودية بيقيس ثلاث مهارات بيقيس ثلاث مهارات المهارة الأولى مهارة الجرامر المهارة الثانية مهارة listening الاستماع ثم المهارة الثالثة وهي مهارة reading اللي هي الايه القراءة ثلاث مهارات المهارة الأولى اليوم عندنا اللي هي مهارة الجرامر طبعا بالنسبة لاختبار ستيب يعني نظرة سريعة كده عليه الاختبار بيتكون من مئة سؤال كل سؤال بدرجة يبقى كده عندي 100 درجة للاختبار بالنسبة للوقت بتاعه آه, عندي reading له 30 30 دقيقة أسف الجرامر الجرامر له 30 دقيقة reading له 60 دقيقة كده يعتبر 90 باقي من الساعتين اللي هم المية وعشرين يتبقى 30 دقيقة منهم 25 وعشرين للسنينج وخمس دقائق لتوزيع الاسئله على الطلاب. ارجو ان يكون الامور وضحت بالنسبه للمعلومات الخاصه باختبار ستيب. حد له اي تعليق او له اي سؤال يا شباب؟ في حد له اي سؤال خاص بالاختبار؟ السلام عليكم يا استاذ عليكم ورحمه الله وبركاته بس يا ريت اللي... اللي يقول يعلي صوته وفي نفس الوقت يقول لنا اسمه كده عشان نتعرف بيه معاك حمود العتيبي يا استاذ اهلا وسهلا استاذ محمود اهلا وسهلا حبيبي اتفضل كم على الجرامر يا دكتور الله يرفع قدرك الجرامر 40 سؤال عليه 40 درجه وله 30 دقيقه في الحل 40 سؤال ب 40 درجه كل سؤال له درجه واحده بالنسبه لعدد الدقائق 30 دقيقة المرصودين للحل 30 دقيقة في أي حد له سؤال تاني؟ شكرا العفو حبيبي طيب أنا عايز أقول حاجة قبل ما نبدأ يا جماعة أولا الاختبارات إن شاء الله بتكون يعني مش بالأمر المستحيل ولا هي صعبة لكن هي بتتفاوت كل واحد لابد له درجة معينة هو يبيها طبعا مثلا في ناس بتبقى عايزة خمسة وأربعين درجة من المية في ناس عايزة الخمسة وخمسين في ناس عايزة الستين في ناس بتبقى طالبة الخمسة وسبعين على حسب المؤسسة اللي انت ايه هتلتحق بها، زكاة جامعية بتبقى متفاوتة كل كلية في الدرجة اللي هي عايزاها، زكاة درجة مثلا انت في وظيفة وعايز تترقى برضو بيبقى درجة معينة هما طالبينها، فعشان كده الناس متفاوتة في درجات الاختبار وقت ما يكونوا عاوزين درجة معينة منه. يعني انت مش لازم تجيب الدرجة المية في المية طيب الجرامر النهاردة هو المهارة الأولى بتاعتنا وتعتبر من المهارات الجميلة اللي مفترض تكون مضمونة جدا في يدك هنعلمك طريقة حلوة وكويسة جدا بجانب انك هتاخد معنا معلومات بس في طريقة ان شاء الله بنحل بيها حاجات كتيرة تبقى مضمونة عندنا في الاختبار ودي يعتبر من اهم الاشياء اللي بيطلبها الناس في اختبار ستيب معنا يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله أولًا الجرامر عندي في حوالي 14 قاعدة بنستخدمهم بس نخلي بالنا إن شاء الله كده نركز معانا في القواعد اللي إحنا بناخدها وإن شاء الله بتبقى سهلة مرة وبنحل طبعًا مع كل قاعدة أسئلة كتير من الأسئلة الأسئلة الاختبارية اللي بتيجي في الاختبار ستيب وبنعودك عليها لغاية ما تبقى إن شاء الله تمام بس أرجو لو سمحتوا التفاعل مهم جدًا جدًا معانا في محاضراتنا المحاضرة الأولى موجود فيها أول شيء أنواع الفعل أنواع الفعل أنواع الفعل عندنا اثنين هذا إجمالا لسه ناخد كل حاجة بالتفصيل أنواع الفعل اثنين أشكال الفعل بيبقوا خمسة أشكال الفعل خمسة وهنعرف يعني أنواع الفعل وإيه أشكال الفعل بعد كده بناخد في المضارع الأنواع بتاعته الفعل المضارع البسيط المستمر التام التام المستمر كده يبقوا كام أربعة المضارع فيه بسيط ومستمر وتام وتام ومستمر ثم الأفعال التي لا تأتي مع الأزمنة المستمرة طيب سألنا سؤال أنواع الفعل كم يا جماعة؟ اثنان طيب نشوف إيه هي أنواع الفعل قال لي الفعل نوعين فعل منتظم وفعل غير منتظم الفعل المنتظم بنقول عليه ريجولر وليه بنقول عليه منتظم لان هنلاقي لو مثلا هذا التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث التصريف الاول هذا زي مثلا فعل اكسبت اجي بجيب منه التصريف الثاني اللي هو الماضي الاقي بضيف اي دي. والثالث برضه بضيف فيه اي دي. كذلك في الفعل اللي بعده اي دي. بس في هنا حاجه ملحوظه ايه هي هنا اي دي وهنا علشان الفعل منتهي باي قال لي خلاص يبقى كفايه عليه حرف الدي فقط arrived arrived كذلك برضو كلو اه 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 تشيز, تشيز تشيز هذا برضو ايه بيسموه منتظم او قياسي ريجولار ليش علشان الماضي اللي هو التصريف الثاني والثالث منتظمين معايا دايما في اضافه الاي دي في كل فعل منهم الثاني والثالث على طول في نهاية اي دي ولذلك سمي منتظما النوع الثاني قال لي لا الريجولار غير منتظم Begin, بيجان بيجن ما في اه مثلا قاعدة منتظمة عليها في الصف في الثاني وفي الثالث تشوز تشوز تشوزن تمام يبقى ما فيش قاعدة تحكمه هنا في قاعدة اي على طول الثاني والثالث لذلك نسميه ريجولار لكن هذا Irregular ما فيش قاعدة منتظمة معانا تمام كده يا شباب تمام اللي يقول لي تمام تمام حد يرد عليا يا شباب الجرامر محتاج تفاعل دايما انا مش محتاج حاجه غير ان اه الناس بس تبقى متواصله معايا تفضل مرحبا يا دكتور الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا من... اتفضل الـ... الـ... الافعال المنتظمه الافعال المنتظمه والغير منتظمه تمام جميل جدا الله يعطيك العافيه خمس اشكال صح يا دكتور؟ تمام اه لسه هنقوله لكن دلوقتي عندي الفعل نوعين انواع الفعل عندي منتظم وغير منتظم ريجولر وغير الريجولر واحد احنا الثاني والثالث زي بعض منتظمين لكن الريجولر غير منتظم طيب قال لي الفعل النوع الاول اللي هو المنتظم كل من المنتظم وغير المنتظم ركز كده فيه في له اشكال نشوف كده الاشكال ايه ده المنتظم وده الغير منتظم الأشكال عندي كام؟ خمسة، نشوفهم الأشكال الخمسة. الأشكال الخمسة بيقول لي أدي 1 2 3 4 5. إحنا اتفقنا تصريف أول هذا اللي هو الأول أهو، وبعدين تصريف ثاني، وبعدين تصريف ثالث. الثاني والثالث زي بعض بالظبط. أكسبت أكسبتد أكسبتد. تمام كده؟ أهو. Oh, Arrive, arrived, arrived. arrived. يبقى ده شكل اول اسمه مصدر نسميه مصدر اصل الفعل المضارع من غير اضافه ده كله اسمه ايه اول خلي بالكم يا جماعه احنا لو عرفنا فعلا اول بدايه المحاضره في الثلاث اربع شرايح الاولانيين دول هنلاقي نفسنا كل شيء بقى سهل جدا بس لازم نركز فيه او ونحفظ الحته دي اشكال الفعل كام خمسه الشكل الاول هو المصدر بدون اي زياده هنا اكسبت هنا زودت على ايدي دي وفي الثالث زودت عليه اي دي طب في الرابع انا ضفت له اي ان جي طب في الخامس قال لي ضيف له اس هذا اسمه اصل الفعل او المضارع وفي رقم خمسه هو يعتبر برضه شكله شبيه بيه بالظبط لكنه مضاف له الاس نقول عليه مضارع بايه؟ مضاف له اس يبقى ده مضارع بدون اس وهذا مضارع بالاس هذه واحد وهذه خمسه طيب اللي في المنتصف الثاني والثالث اي دي علشان انا افعال منتظمه لها قاعده اي موجوده في الثاني وفي الثالث في الرابع اي ان جي تعرفهم كده يبقى الاول مضارع او اصل الفعل والخامس كذلك مضارع بس مضاف له اس ما بينهم الثاني والثالث علشان ده قياسي في نهايته اي دي اما الرابع هو المضاف له اي طيب الثاني هذا بنقول عليه ماضي فعل الماضي والثالث هو الزمن التام اللي بيجي مع المضارع التام والماضي التام اما الاي ان جي هو الزمن المستمر سواء مضارع مستمر او ماضي مستمر كل ده هنشوفه بعدين لكن نخلي بالنا الأشكال الفعل خمس اول اللي هو الاصل او المصدر الثاني هو الماضي الثالث اللي هو الزمن التام الاي ان جي الرابع وبعد منه الفعل المضارع اللي بي فيه ايه اس هو ده هو الشكل الخامس نفس الاشكال اللي هتيجي بعد طبعًا. كده نفس الحكايه تفضل اسف على المقاطعه لكن التصريف الثاني للفيرب الماضي هذا ثابت يعني يجي كله في الماضي يعني اه طبعا طالما يعني ما يجي بالمضارع لا 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 ابدا طالما تصريف ثاني يبقى اعرف ان هو ماضي على طول طالما تصريف ثاني يبقى ماضي بس انا بقول أنا علشان هو منتظمه اه علشان منتظم لازم في نهايته ايدي دي هو في الثاني والثالث بتاعه طالما الفعل ده هذا منتظم تمام وانا اوصيكم طيب. بان اوصيكم بان لسته الافعال هذه بمعانيها تحفظ ليش لان ديت ان شاء الله تزود من الثروه اللغويه عندي زائد انها بتزود كمان من اشياء كثيره هتفيدني بعد كده في الريدنج ابقى عارف المعنى بتاع الكلمه accept هنقراهم سريعا arrive عشان اللي يقول لي والله ما بعرف أقرأ تمام chase cause enjoy exercise explain finish fix graduate طيب لسته لسته ثانيه اتفضل اتفضل انا في الافعال المنتظمه سؤالي نقول في الماضي اللي هو الشكل الثاني عندي كلمتين نفس بعض ممتاز مثلا عندك الكلمه الثانيه arrive طمع. يصل طيب بحصل كلمه ثانيه مكتوب ريتش نفس الحكايه حكاية يصل الرايف شوف عندك رقم 14 يعني انت الأولى. هنا مثلا يعني انت هنا معايا كده هنا في ارايف يعني؟ أراه. ايوه تمام حلو ارايف اوكي هذه يصل ممتاز هذا اصل الفعل ارايف تمام لكن عندي كلمه ريتش تمام يعني عايز الفرق يعني عايز تعرف الفرق اي تمام بص يا استاذ حامد ولا حمود, حمود 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 اما اقول انا بصل المطار اليوم الساعه العاشره اقول ارايف اقول ايش؟ ارايف تمام طيب افرض انا مثلا قلت لك ان انا مثلا ايش؟ وصلت للفكره هقول ارايف انا وصلت للفكره اللي انت تقصدها هل كده اقول ارايف لا اقول ريتش لا. يبقى ريتش. ريتش وصول ممكن يبقى وصول معنوي تمام معنوي اه معنوي زي لكن ارايف يصل للمكان الفلاني ماشي يعني دكتور هذا الريتش يعني نقدر نضيفها زي الافعال الغير حركيه تمام تقدر تقول كده ممتاز. تمام تمام حلو يلا اللي بعدها شكرا حبيبي هنا عندي مثلا مارك ماركت موف موفد بيرفورم هذه لسته برضو بالافعال القياسيه اهو موف موفد بيرفورم بيرفورم ريتش اهي جت هي ريتش هي بتاعتك اهي يصل ريسبوند ريتيرن شو ستادي توك تراي كل ده افعال ايه منتظمه عرفت ان دي ده منتظمه الثاني والثالث منها اي دي وزي ما قال الاستاذ حمود هل يا ترى الثاني ده ممكن يجي اي فعل تاني لا هو ماضي على طول طيب والثالث ياتي مع الازمنه التامه اللي هي المضارع التام وقلنا الماضي التام والرابع قلنا هو المستمر الاي ان جي اما الخامس او وقت ما نقول خمس فايف شكل الفعل فايف يعني المضارع اللي في نهايته ايه حرف الاس طيب لسته ثانيه اهيت ادي فيزيت فيزيتد ووك ووكت ويت ويتد ورك وركت برضه القياسي عندي الثاني والثالث أو اي دي والرابع اي ان جي والخامس اللي هو فيه الايه الاس طيب هل يا ترى انا ماشي كده بسرعه لا انا بحاول بقدر امكان الاشياء اللي هي شكل بعضها ما ناخد فيها وقت لان لسه في حاجات مهمه جدا هي دي اللي هنمشي فيها بهدوء شديد بس انا بعرفك اشكال الفعل خمسه وكله ماشي ورا بعض اهوت اشكال الفعل كام يا شباب خمسه الأول هو التصريف الأول أو نقول عليه أصل الفعل أو المصدر على طول الثاني هو الماضي الثالث هو التام والاي ان جي هو المستمر والخامس هو المضارع المضاف له ايه الاس دي كان ما افعال المنتظمه كنا بنقول الاي دي موجوده في الثاني والثالث طب هل يا ترى الافعال غير المنتظمه أو كده خلصنا النوع الاول يلا بينا على النوع الثاني في حد له سؤال لا. الشكل ستسعين. الخامس أستاذ سعيد أيه نعم. أهلا وسهلا تفضل أيه. اسمع صوتي الشكل الخامس في أي مكان نستخدمه؟ يعني في أي مكان؟ أنا قلت أنا قلت أنا دايما بجيب الأشياء إجمالا وبعدين هعطي تفاصيل بس كل اللي عايزك تعرفه مني دلوقتي في من معلومة إن أشكال الفعل خمسة والخامس منهم هو المضارع اللي مضاف له اس نجيبها إمتى؟ أه أكيد لما هنيجي ندرس المضارع طبعا لكن ده اجمالا انا عندي خمس اشكال الاول هو اصل الفعل الثاني هو الماضي الثالث هو الزمن التام الرابع هو الاي ان جي والخامس هو المضارع المضاف له اس تمام يا استاذ سعيد تمام كده بقى النوع الاول خلص اللي هو المنتظم انا قلت نوعين منتظم له خمس اشكال وكذلك برضو الغير منتظم هيبقى له خمس اشكال هي هيها يلا التصريف اول والثاني والثالث يلا نشوف الايه النوع الثاني الغير منتظم بيقول ايش النوع ايه الغير منتظم زي بي بيجن بريك برينج باي بيلد تشوز كم كوست كات طيب دي كلها افعال تصريف اول بس هي شاذة او نقول عليها غير قياسيه ليش عشان الثاني والثالث ما فيه الاي دي يبقى انا بعرف المنتظم من ايش الثاني والثالث اي في نهايته لكن طالما ما فيش في اي دي لا في الثاني ولا في الثالث يبقى ده اسمه ايه الريجولر غير منتظم او نقول عليه شاذ طيب في هنا حاجه كده بيقول ايه بي المضارع بتاعها ام او از او ار ام او ار هنا ام او ار هنا وهنا از في المضارع لما في از طيب بيجن بجان بي بيجان طيب هي الاصل هنا مختلف كان الاول يبقى المضارع وبعدين مضارع باس المره دي بقى في عندي اصل وعندي مضارع اهو اصل الفعل وزاد في فيرب بي, بي بس ولذلك انا حتى قافل على الليسته دي ان هنا لو حتشيلنا الليسته هتلاقي بيجين هي بيجين يعني المصدر هو ايه المضارع بريك هي بريك لكن لو جينا بقى قفلنا على دي كده هنلاقي ايه هنلاقي الوحيده اللي المصدر بتاعها مختلف عن المضارع المصدر بي المضارع ام او از او ار طب الماضي ووز اوير والتصريف الثالث بين والفور اللي الرابع الشكل الرابع هو اللي فيه اي ان جي جبت بي اهيت واضفت لها اي ان جي طب المضارع بتاعها اللي فيه اس اللي هي از نيجي بعد كده هنلاقي بقى نفس الافعال زي بعض اه بيجن الماضي بيجان التصريف الثالث بجان طيب الاي ان جي مع فور ها ودي عندي بيجين زد الاس موجوده عندي في الشكل الخامس. زي احنا متفقين الاول اصل الفعل او المصدر وبعد كده الثاني هو الماضي، الثالث هو الزمن التام، والرابع المستمر اللي في اي ان كل مره بقول اهو والمضارع ابو اس موجود عندي في الشكل الخامس. ناخد كمان دو ديد اول وثاني وثالث والاي ان جي في نمبر فور. والاس بتاعتي اللي هي في شكل الخامس بتاعي اللي بنقول عليه مضارع مضاف له اس طيب آه نقرا كده دو draw drive eat feel find get give go have ما ننساش نحفظ الافعال دي بمعانيها وادي التصريفات ادي الثاني اللي هو الماضي والثالث هو الزمن التام والرابع هو الاي ان جي والخامس هو المضارع المضاف له اس دي كانت مجموعة من ضمن المجموعات الخاصة بالإيه؟ بالأفعال الشاذة أو الأفعال اللي بيسموها الريجولار الغير قياسية. تقول شاذة ماشي، تقول غير قياسية ماشي، تقول Irregular برضو ماشي، كله ماشي وحلو ومقبول منك، اللي بعده. لست كمان. هير ها هيرد واحد يقول يا أستاذ، نعم. الثاني قلت إن الأفعال القياسية في نهايتها إي دي. وقلت الأفعال الشاذة ما في نهايتها إي دي. الثاني والثالث منها ما هو موجود الدي اقول لك لا انا قلت اي دي e تمام؟ يبقى لو الثاني اهو ماضي والثالث التام والمستمر الاي ان جي ودي المضارع اللي فيه الايه؟ الاس ده الشكل الخامس نقرا وهير هولد كيب نو ليف ليد لت لاي لوز ميك كمان لسته ادي الاول الثاني ماضي والثالث التام والرابع الاي ان جي المستمر والخامس هو المضارع اللي نهايته اس مين ميت باي بوت ران سي سي سيل سند ست اه دي تتنطق ازاي يا مستر وانت بتقول ست بالاي ابقى افتحها شويه قول سات سات طب دي بقى اكسرها شويه ست ست طبعا وضحت في النطق خالص ها سات ست هو ده الفرق طيب يبقى الاول اهو اصل الفعل او المصدر او المضارع والثاني هو الماضي والثالث هو التام كل شويه ما انا اقول لك اهو والاي ان جي هو المستمر هو رقم 4 والخامس هو المضارع اللي في نهايته اس بحفظك علشان انا جايب دول عشان انت تحفظ الموضوع ده يلا خلصنا هنبدا في المهم بقى ازمنه الحاضر اول شيء المضارع البسيط ده اكيد يبقى هنو ده اكيد هيبقى الشكل انه يا شباب. اكيد يا الاول وال... اتفضل. لو تكرمت اللي بالنسبه اللي قبل شويه الافعال اللي, اللي أي. تكلمنا فيها اللي هي على الماضي هي ثابته يعني سواء جت في الماضي او المضارع. في ايش؟ اللي هو الشكل الثاني والثالث والرابع. تمام. المستمر والثامن والماضي. تمام. هذه ثابته سواء جت في المضارع او شو اسمه الماضي. السؤال الثاني يا استاذ حمود بس مش واضح معايا، السؤال ايه؟ السؤال الافعال آه. الاشكال آه. الشكل الثاني والثالث والرابع، اوكي؟ آه. يعني راح لو تجي يعني مثلا نقول في المضارع البسيط اه ثابته شوف حتى انت في قلت البسيط و... تمام انت قلت مضارع يبقى انا هاخد الشكل الخامس او الاول هذا لان هو ده المضارع اهو يا اما الاول يا اما الخامس طيب افرض هذا كان المضارع مدارع. يعني ياخذ 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 نفس المفرد نفسه حق الشكل الشكل الثاني بالضبط كده اه بالضبط يا اما الاول الأول الشكل الخامس يعني المضارع اه طالما مضارع مضارع بسيط يا اما الاول يا اما الخامس طب لو كان مضارع بس مستمر يبقى أخذ، الاي ان جي الرابع اي ان جي تمام حلو الشكل الرابع تمام خلاص والماضي الماضي الماضي يبقى الثاني بس تمام بس الثاني طب لو كان زمن نقول عليه مضارع بس تام يبقى تاخد الثالث ماضي تام يبقى تاخد الثالث طالما في تام التا... الباست بيرفكت يجي معها هاف اه اه طبعا لسه, لسه لسه التالت انت التالت انت آه, اه انت متسلح حبتين لسه بس لسه كل ده هتشوفه ان شاء الله حبيبي شكرا ليك يلا, يلا. شكرا حبيبي آه المضارع زي ما قال الاستاذ حمود الله يبارك له قال لي البسيط مثلا تفضل تفضل اسم مين؟ يعطيك العافيه يا هادي ال... الصوت بس يدفوق. مش واضح الصوت مش واضح، علي صوتك وعرفنا بنفسك اسمي محمد حمدان الغاندي تفضل يا استاذ محمد القاعده اللي قبل شويه هل الكلمات هذه لازم تحفظ؟ اتمنى اتمنى والله بامانه انها تحفظ، ليش؟ هتساعدك جدا جدا في الريدنج. يعني انا في الريدنج عباره عن ايه؟ قدامي قطع وقدامي اشياء لازم احفظ لها كلمات عشان يبقى عندي ثراء في اللغه، زائد كمان هتساعدني في الليسننج. لما اجي اسمع جمله طب جت كلمه زي هذه يبقى خلاص انا عارف هو بيتكلم عن ايش، صح ولا لا؟ صح تمام، يبقى لازم احفظ على قد ما اقدر من الكلمات دي. كل واحد وقدراته بقى تمام عددها كبير يا دكتور ولا عددها قليل لو لو يعني مثلا انت شايف هما دول كام دلوقتي اهو حوالي يعني دي عندك ادي شريحه لو انت معايا ادي شريحه اثنين ثلاثه ادي اربعه اربعه دولت فين في الشاذ وهنا حوالي برضو كام ثلاثه هم في القياسي جايبهم لك والله قدرت تحفظهم كلهم تلتينهم نصهم براحتك على قد ما تقدر تمام يلا أوه. يا شباب تمام المضارع البسيط بقى من هنا بدايه الشغل الجد والمهم ركز 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 10 ركز المضارع البسيط احنا هناخد فيه ايه؟ مضارع بسيط مستمر تام تام ومستمر عد على صوابعك كده اربع اشياء قولوهم معايا يا شباب الرجاله اكيد هيكونوا معايا بسم الله ما شاء الله متفاعلين اهو مش عارف ليه الستات ليه مش متفاعلين نقول مع بعض البسيط ها المستمر التام التام المستمر لما هقول بسيط يبقى أول وخامس لما هقول مستمر مم. من يفتكر هيبقى إيه ان ING اللي هو رقم أربعة لما هقول تام هيبقى الثالث ثالث آه. طب لما هقول تام مستمر بقى يا شطار هقول إيه هقول آه. ثالث رابع آه ثالث مع رابع الله يبارك لكم تمام سمعت صوت نسائي بسم الله ما شاء الله تمام أهو تام ومستمر يبقى ثالث ورابع يلا بسيط يعني اول وخامس اول او خامس مش الاثنين مع بعض مستمر يعني اي ان جي رابع تام يعني ثالث تام مستمر يبقى ثالث ورابع الله يبارك لكم اللي بعده المضارع البسيط ادي الشكل الاول يا شباب وادي الخامس طب الاول مع مين والخامس مع مين الشكل الاول مع الضمائر اي ووي ويو وذي او اي اسم جمع او الاي بيجن طالما ما فيش بص يا شباب طالما اسمه فعل مجرد اهو لسه هو بيور نقي ما حطيناش عليه اي شيء خالص يبقى مع اي او وي او يو او ذي او اي اسم جمع ايه اسم جمع ما اقول احمد اند علي ايه ده ده مثنى يا استاذ لا 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 ما عندناش مثنى ما عندنا مثنى في الانجليش احمد اند علي هدى اند سهى آه، نادر اند نبيل هذا اسم جامعة طيب او اي اللي هي انا وي نحن يو انت ذي هم يجي معاها شكل الفعل الاول في الاول لكن لو هضيف ايه اس على نفس الفيرب ده حطيت اس اه ده اسمه الشكل الخامس لا يبقى لازم عندي يكون هي ضمير الكلام ف... ده كلام ده يكون فين يكون في الفاعل لان اعتبر دي فاعل وفعل اعتبر ان دي جمله بدا بفاعل وادي الفعل وهذه فاعل وهذه فعل لو الفاعل عندي هي او شي او ات او اي اسم مفرد يعني اسم مفرد يعني بديل بهي عندي احمد حمود سعيد نبيل ها فهد ما عنديش شي بس عندي هدى سهى شيماء اه يبقى لازم برضو الفعل يكون عندي فيه ايه الاس طيب ات اه ما عنديش مثلا ات بس عندي اي حاجه غير عاقل او مثلا ذكات القطه ذكار السياره اجيب ساعتها الفعل بتاعنا مضاف له ايه الاس بتاعتنا اتفقنا يا شباب تمام عايز حد يقول لي تمام امم طيب مش حد عايز يقول يبقى المضارع البسيط طب اسم الدلع بالانجلش ايه بقى عايزين نتعلم انجلش اسمه ذا بريزنت سمبل ذا بريزنت سمبل المضارع البسيط طيب اسمع لك المضارع البسيط شكل الفعل في ايه يا شباب هو الاول او الخامس اول يعني بدون زياده وخامس يعني عليه زياده الايه الاس طيب امتى يبقى بيور وان اللي لما يكون عندي في الفاعل اي او وي او يو او ذي او إيه اسم جمع امتى اضيف له اس اللي لما يكون عندي هي او شي او ات او اي اسم مفرد الكلام ده في الفاعل طيب ركز بقى في النقطه الحمراء دي انا لما بحب احط حاجه مهمه بحطها باللون الاحمر ليه عشان تخطف الانظار الكلمات الداله مع المضارع البسيط دي بقى ودي خص بقى الاختبار اهو اللي عاوز ينجح في الاختبار ويجيب درجات يخلي باله من ان الكلمات اللي بتيجي مع زمن المضارع البسيط في الجمله كلمه every ايش معناها every every يعني كل every day كل يوم every week كل اسبوع every month كل شهر every year كل سنه او كلمه always دايما بيحصل كذا usually عادة often غالبا sometimes أحيانا never أبدا أو كلمة حرف on مع الأيام on Monday on Tuesday on Wednesday كلمات هذه مهمة مرة طب ليش يا شباب قال لنا إن الراجل اللي هو جاي بقى يقول أنا عايز ألم درجات أنا مبي معلومات أنا عايز ألم درجات تمام لم درجات زي ما أنت عاوز اي كلمه ركز هقول لك دي في ودنك بقى مثلك اهو اي كلمه موجوده من الكلمات ديت موجوده في الجمله يبقى كده الجمله جمله مضارع بسيط انت بتضحك عليا طب ما انا عارف هستفيد بها ايش اه يعني لو لقيت كلمه من دي لازم تحط شكل الفعل يا كده يا كده يا اما وان يا اما ابو اس وصلت اكيد وصلت اي كلمه موجوده في الجمله يبقى لازم الفعل بتاعها يكون يا شكله في ال1 يا في ال5 1 يعني بيور مفيش فيه زيادات و 5 يعني عليه إيه اس طبعا لما اخد الاس لازم يكون في الجمله هي او شي او ات او اسم مفرد واذا خدته بيور من غير اس يبقى لازم يكون عندي اي او وي او يو او ذي او اي اسم جمع طب ما تديني مثال بقى وخلصني يلا When we visit the library, we usually Allah, Allah, usually موجودة. اه هي حطتهم لك اهو ادي usually من غير ما تقرا ولا تقول لي انا عايز افهم حتى أي usually ادي الفعل عندي visit مضارع تصريف اول يبقى اتفضل. مش سامع قولي تاني حضرتك. سؤال تاني لو سمحت اللي سال السؤال يا شباب يقول تاني السؤال يا شباب طيب لغايه ما نظبط الاداء عنده كلمه يوجوالي يا شباب اهي يوجوالي موجوده اهي طالما يوجوالي موجوده يبقى لازم اخد الفعل عندي يا اول يا خامس الاول اه الاول يعني ايه بيور بيور اهو ستادي يا اما خامس <applause> اللي فيه الاس مش كده طيب انا عندي وي يبقى اخد ستادي ولا ستاديز ستادي ستادي اه ستادي هي دي الاول صح ليش اولا يوجوالي لازم اخد عندي تصريف اول او الخامس بتاعي، الاول هذا وهذا هو الخامس، بس انا عندي وي وي ويو وذي ومعاهم اي اللي تاخد الفعل من غير اس، جميل جدا، طب نيجي هنا ونقوم واخدين ده كده؟ عشان نعلم عليها ونقول ايش؟ احنا هناخد الاستادي، طب يلا حد يقول لي الجمله الثانيه، واوفن فيري، الا very early هو فين الكلمه الداله يا شباب لو سمحت كده قول لي كده هي فين آه لا هذه هي الكلمه الداله ولا هذه often 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 هي اهي غالبا يبقى لازم وعندي we كده يبقى لازم اجيب ايه اول او خامس الاول وهنا دول. عندي we يبقى اخد ايه يا شباب ايه ولا b ولا, ولا دي ها دول. اه هو ده التصريف الاول اهو جيت اب ادي اس ادي تصريف ثاني جوت ادي اي ان جي مالي دعوه بيها الحاجات دي الاسئله دي يا شباب من الاختبار انتوا كده بتعتبروا بتحلوا اختبار الحمد لله من اول دقيقتين اهوت بعد الشرح بقى نحل بسهوله وبسلاسه يبقى هنا عندي م? لقيت usually، يبقى لازم اخد يا اول يا خامس هذا هو الاول وهذا الخامس هذا وي يبقى لازم اخد الاول طيب هنا often برضو من الكلمات الدالة often يبقى عندي ادي الفعل هو pure اهوت تصريف اول عشان وي طب لو اس لما يكون عندي هي او شي او ات شكرا اللي بعده يلا اسئلة من الاختبار توم to Italy every year go goes is goes ولا well, is going goes ها أه. اه إيه. بولي لي جوز إيه. طب ليه ناخد جوز عشان عندي كلمه افري هذه افري موجوده ولا لا هاي افري افري موجوده افري يير يبقى اخد الايه الاول وهنا الخامس بس انا عندي توم جميل مفرد مفرد اه شطار جدا شطار جدا يلا اي usually بيفور بيت تايم ادي يوجوالي موجوده يبقى اول او خامس هذا هو الاول أي. بيور والخامس فين ما في خامس ما في خامس اصلا يبقى ريحني خلاص وهنا اي يبقى اخد ايش number سي حلو كده مطمئنين اه مطمئنين ولا خايفين الجمله الاخيره الاي تاخذ الجزء الخامس م. نعم حبيبي الجملة ليش؟ للـ I تاخد التصريف الأول آه I و آه. You و They تصريف أول <applause> تمام يلا I usually برضو before bedtime reading I'm reading read to read ها أدي I تصريف أول وأدي read. usually ها تصريف أول يبان ليش؟ A B C D ها. C read C C تمام شطار سيب. جدا ديف اولويز ركز في اولويز اهي اولويز موجوده اهي حتى لو ما قريت الكلمه ما في مشكله ادي اولويز اهي حتى لو ما قرات الجمله يعني ادي اولويز ويرز ويل وير واز تو وير ولا هاز بين ويرينج ايه ايه اه ليه قلت ايه آه. اولا انا ما عنديش فعل ما عنديش ديف ديف اول ديف عندي خامس طب ليه خامس عشان عندي ديف, ديف ديف مش كده ديف بالظبط كده كانه هي بالظبط ده اسم اسم شخص شطار جدا اللي بعده بسم الله ما شاء الله اي اولويز ادي اولويز موجوده اولويز موجوده تمام يبقى مضارع بسيط اي موجوده فيزيت فيزيت فيزيتنج ويل فيزيت فيزيت الله يكرمكم تمام جدا visit. اه بالاس ولا من غير اس لا بدون لا اس لا بدون اس. اس طب ليه بدون دون اس يا شباب؟ عشان آي. آي. اي عشان اي الله يبارك لكم تمام احنا سيبنا سؤال سهل اور بوس كلمه اور بوس يعني المدير بتاعنا طب ما هو المدير ده عباره عن مفرد كانه بالظبط هي طب فين الكلمه الداله؟ افري افري تمام افري ها ميتنج واز ميت از ميت ولا ها ميد مين شطار. شطار. شطار لا 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 خلاص بقى ده انتوا انتوا ما تخافش عليكم يلا كل واحد فيكم يقوم مروح يلا روح يختبر يلا ها يلا الحمد عم. لله الحمد لله يعطيكم العافيه يلا باقي لك ثانيه نعم حبيبي اقول مشكله باللخبط في الافعال الثانيه دكتور ما في هذا بس هذا بسيط تلخبط من, من الاول للثاني اما, أما لسه لسه ما هتذاكر ما هتذاكر برضو كويس يا استاذ حمودي ه... هتلاقي نفسك في حاجات كتير بتوضح لك انت لسه ما حفظت ال... الافعال ولسه ما تدربت كويس انك تذاكر ده احنا لسه بنقول يا هادي والحمد لله الاداء كويس اهو الحمد لله يلا when i go to king saudi university library i usually at usually اهي كلمه usually وهنا i study studied will study i'm studying study. study. Hey. Ah, study. شو جدا توم to Italy every year. خلي بالك من every. Every. Go. every. go goes is going is goes ولا is going ها؟ huh? goes, He goes. He goes. Go. every when the Tom ah, goes عشان توم مفرد جميل جداً. طيب دكتور uh, دكتور ليش ما جبنا is goes؟ نعم ما جبناها؟ ما ما احنا جايبين جوز اهوت، اللي بعدها يعني از جوز. هذا إيه؟ مجبن... ما هو تركيب، هذا اصلا ما هو تركيب طبيعي، ده غطاء احنا ما قلناش. أوكي. ما قلناش بيربيبي بي ومعاه فعل في اس، اصلا ده يعتبر كده تركيب في فشنك، فيك، فيك، اي حاجه كلام، اي كلام ده. يلا اللي بعده. اوكي. As a rule, as a rule, my father never ادي نيفر يا جماعه موجوده نيفر اه طبعا نيفر موجود يبقى إيه الجمله دي مضارع بسيط اول ما الاقي افضل ادور على الكلمه كده لغايه ما الاقيها الجمله مضارع بسيط يعني إيه؟ اول او خامس اول بيور مفيش عليه اي زياده او خامس طيب, خامس. طيب وين جوز جوينج از جوينج ها خامس ايه ولا اه لازم اخد خامس عشان بيقول لي ماي كمان تمام فادر هي اه الخامس اللي هو مين بقى ايه ولا بي ولا سي ولا دي جوز جوز بي جميل جوز تمام لا سوري فاضي لوحده every time I stand in front of people I nervous يا ترى في موجود عندي كلمه يا جماعه داله اه طبعا وينها every time اول واحده every, hey. every. هذه every تمام every اقول I, I get got have gotten I'm getting جيت بس. اه جيت هو ده التصريف الاول فعلا التصريف جيت. ما انت بقى لو حفظت تصريفات معايا هتبقى فوق الاستاذ بشويه جيت جات هذه اول اول وهذه ثاني طيب كده آه احنا الله يعافيك اتفضلي آه انا لما لما اتكلم عن نفسي اختار بدون اي زياده يعني تمام آه لما اتكلم تمام. عن شخص احطه اس صح ولا الله لا؟ الله يبارك لك صح صح يعني بتكلم عن نفسي لا. سواء اي او وي ها أه, او يو او ذي ماشي دول كلهم معاهم الفعل ايه بدون اس تصريف اول لكن بتكلم عن شخص غائب هي هو غائب شي هي, هي غائب ات هو او هي الغير العاقل غائب طالما غائب يبقى ضف فيها ايه اس كده انا خلصت المضارع البسيط وبسم الله ما شاء الله كلكم هضمينه كويس جدا جدا من خلال الاجابات بتاعتكم طب ايش دلوقتي هناخد present continuous يعني ايه present continuous يا دكتور يعني مضارع مستمر من اسمه كده اللي هو الفعل اللي بيحصل يا جماعه فيه استمرار حاجه بتحصل مستمره وقت الكلام احداث تحدث وقت الكلام ماشي يعني طب الشكل يكون في ايه قلت لي اي ان جي بس قبل منه ام او از او ار اما مع مين مع اي از مع مين؟ مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد. ار مع مين؟ مع وي او يو او ذي أو, 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 او اي اسم جمع. معلش عيد تاني. حاضر. اي مع ام او الايام. هي شي ات او الاز. او اي اسم مفرد معاها. وي ويو وذي او اي اسم جمع اخد معاها ار. بس المهم الفعل شكله فين؟ في الرابع. في الشكل الايه؟ الرابع. اي اه الأي إن جي طيب الكلمات مفتاح السر الكلمات كلمة ناو الآن مش أنا بقول الحاجة اللي بتحصل الآن يبقى لازم كلمة ناو الآن at the moment في نفس اللحظة this week this week أو أسبوع. this week هذه الأسابيع أو this... أو this week المفروض إن دي تعدل بس يلا ما في مشكلة أو this إيه This week, this week, these days, look listen ايش look وليسن لما أقول مثلاً لوك انظر يبقى أنا يبقى أنا بخليك تركز على حاجة بتحصل الآن لما أقول لك لوك شي از سينجينج شوف هي بتغني ليسن انصت هي از سينجينج هو بيغني لوك أو ليسن يبقى هذه الكلمات الدالة مهمة وحفظ يا شباب طيب أول ما ألاقيها آخد الأي إن جي أول ما الاقي هذه أخد الايه؟ الـ جي يلا يا شباب يعطيكم العافية هذه now today at the moment this week these days look listen هنا كان المفروض تبقى تي أي معلش والـ تشات لوك look listen tonight هذه كلها كلمات دالة على البريزنت present continuous اللي هو المضارع البسيط وطبعا في ناس بتسميه present progressive عادي اول ما الاقي كلمه من دي اخد الاي ان جي هذه ناو طب واحد يقول لي يا استاذ سيتنج وام سيتنج تتلخبطنا ليه؟ لا انا قلت لا. لازم يكون قبل منها هنا اي ان جي بس اللي يكون قبلها ام از او ار اي ام سيتنج تمام كده؟ اي ام اي ام سيتنج يبقى اي ام سيتنج اي ام ايه؟ سيتنج طب ليش قلت اي ام سيتنج؟ ليه يا شباب؟ علشان عندي ناو شطار جدا ناو no. يلا وي ذم ات 8 كلوك تو هذه تو موجوده اه موجوده هذه الليله الساعه الثامنه هذه الليله ميت ار ميت ار ميتينج ها سي 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 طبعا انا 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 انا, أنا سعيد سعيد كل السعاده ان انتم بسم الله ما شاء الله من قبل ما بقول الجمله بتكونوا حليتوها ده دليل على ان احنا الحمد لله ماشيين صح مم. يلا ادم بوك ناو ادم ابوك ناو ناو طالما قلت ناو أه. ها يبقى ايش يعني ناخد اي ان جي بس هذه اي ان جي وهذه اي ان جي يبقى خدني هي از ريدنج اه از ريدنج ليه از ريدنج عشان عندي ادم از كانه بالظبط <applause> هي. <تصفيق> اه كانه <applause> هي, بالظبط انتوا عارفين دي موجوده فين؟ في اختبار تيست 1 سوري تيست 2 و13 و18 و19 و20 يعني جات لي في كام اختبار؟ خمسه يبقى مهمه ذا ويذر ورم ذيس دايز ذيس دايز هذه الايام ذيس دايز تمام يبقى اي ان جي بقى جيتس جيتنج واز جيتنج جوتن اخذني بي اه ما هو في اي نجي مستر اهو قال لي بس انا ما انا لسه ما اتكلمت عن واز اصلا عن ماضي طالما قلت ذيز دايز يبقى مضارع مستمر از جيتنج تمام جدا اللي بعده نوف از هافينج ا ترابل وذ ماث ات سكول سو شي تو فايند ا توتر Let's see. She's is trying is... Uh, see. Uh, see. See is trying. <applause> جميل. جميل جدا. ادم a book now هذه uh, كلمة now reads reading is reads is reading. is reading. is reading. اه جدا. عذرا يا دكتور. تفضل. سؤال 16 تفضل. سؤال 16 ايش ال... لا الصوت مش واضح علي صوتك تاني آه سؤال 16 ايش الدلاله اللي موجوده في السؤال عشان ست... اخترنا إز... ستة 16 اللي... اللي اللي هذا آه... اللي قبل نوف. نوف اه إز... ما... ما هو هنا بيقول لي ايه نوف از هافينج ترابل وذ ماث ات سكول عشان فينا معطوفه عليها معطوفه ايه عليها يعني بيقول لي نوف مالها بتواجه از هافينج بتواجه مشكله في الرياضيات لذلك هي بت ايه بتبحث عن هذه معلش يمكن مفيش فيها كلمة من الكلمات لأن الأمور كلها لا تستقيم برضو على طريقة واحدة بس قد يكون في بعض الاشياء كده خلي بالنا منها لما يبقى فينا مضارع مستمر يبقى المعطوف عليها مضارع مستمر الله يعطيك العافية يلا at the moment at the moment موجودة I anything let's go to the coffee house don't do didn't do I'm not doing, have not done. I'm not doing, I'm not Unlike doing. Really, I'm not doing. I'm not doing. I'm doing. am I'm mm not -hmm. Uh The weather. not doing. i is getting is getting ah is getting a well known athlete in the park right now a b c d uh, c c c is exercising كده احنا خدنا ايش زمنين. ايه هم اللي يقول لي البريزنت سمبل المضارع البسيط البريزنت سمبل والبريزنت المضارع المستمر, المستمر. والبريزنت بروجريسيف او البريزنت كونتينوس ولا المضارع المستمر وخدنا عليهم دلالات واول ما الاقي الدلاله او واخد الاج... الاجابه الصحيحه كده <applause> الحمد لله خدنا <applause> زمنين باقي زمنين بناخدهم بعد الاستراحه خمس دقائق فقط خمسه فقط يلا الله يعطيكم العافيه طيب. طيب استاذ هذا سؤال قبل الله في فضل المضارع فضل المستمر نعم المضارع المستمر الدكتور لما مم. يجي معايا مثلا يقول يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن احداث وقت الكلام ممتاز تمام طيب ما هو ده اللي انا قلت عليه بيستخدم طيب آل. إذا جت حاجة حاجة الافعال الغير حركيه لا دي لسه في الاخر في في آل. في نهايه في نهايه ال المحاضره هتلاقيها موجوده ما تقلقش بس الله يرضى قدرك، تفضل حبيبي تفضل One minute left.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورجعنا لكم تاني في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى العامة الخاصة باختبار ستيب ومهارة الجرامر مهارة الجرامر خدنا في الجزء الأول المضارع البسيط present simple والمضارع المستمر the present progressive or the present continuous. وطبعا عرفنا الكلمات الدالة موجودة هنا وموجودة هنا وحلينا عليها أسئلة والحمد لله كان الأداء إلى أقصى درجة مرضي وممتاز. ناس معايا؟ أيوه تمام رجعنا لكم تاني مع الزمن الثالث وهو المضارع التام ومتفقين إن التام يعني تصريف ثالث مع القياسي الاي دي موجوده معايا طب لو شاذ زي ما احنا شايفين كده بيحفظ ولا يقاس عليه visited walked waited worked طيب هنا seen sold sent set sat بس لازم يكون في أو هاز يبقى ما اقولش تصريف ثالث واجري لا قبل منه هاف او هاز اسمه ايش مضارع تام present perfect طب طالما عندي حاجتين have أو has يبقى لازم أقسم I مع have وي have يو have they have أو أي اسم جمع وعرفنا يعني اسم جمع و معاها he has she has it has أو أي اسم مفرد طيب الكلمات الدالة واللي هي مهمة جدا قال لي already for since yet ever lately recently once إذا تمر أو three times لما أقول عدد مرات ثلاث مرات three times twice مرتين four times أربع مرات وهكذا كل هذه كلمات بتدل على المضارع التام لو موجود كلمة منها يبقى لازم أحط have أو has مع تصريف ثالث طيب have لازم مع مين؟ مع حاجة من دي احنا قلنا وهزم مع مين اي حاجه من ايه من هذا القبيل اللي هو هي او شي او ايه او ات طب والمضارع التام ده بنجيبه امتى قال لي شوف يا سيدي اذا كان في حاجه حدثت في الماضي ولها تاثير او نتيجه في الحاضر مش فاهم ما اقول لك مثلا اي هاف worked هير since جون يعني انا اشتغلت هنا منذ شهر يونيو وهنا بيقول لي هي هاز بين ال فور تو دايز مريض بقاله قد يومين الأحداث دي تعتبر حدثت في الماضي تمام بس لها تأثير لما أقول إن أنا اشتغلت منذ شهر يونيو يبقى أنا في تأثير دلوقتي أو نتيجة في الحاضر إن أنا مثلا بقى معايا فلوس إن أنا مثلا لسه مستمر مع لسه موجود معاهم إن أنا اكتسبت خبرة المهم في تأثير أو نتيجة هذه هو الإيه؟ المضارع التام يدل على حدث في الماضي لان يقول لي طب وش بقى الفرق بينه وبين الماضي اه الماضي حدث في الماضي لكن ليس له علاقه بالحاضر نهائي خلاص لما اقول مثلا the light went out النور قطع خلاص النور أطلع. ما في مشكله إيه؟ تمام الماضي ملوش علاقه بالحاضر لكن المضارع التام رجل في الماضي ورجل فين في الحاضر ده اللي عايز يعرف المعنى بتاع المضارع التام طيب الكلمات الداله نقولها تاني اوريدي ركز اللي معناها بالفعل فور لمدة كما وراها مدة ركز عشان هيجي بعد كده الفرق بين فور وسنس وهنقوله باستفاضة بس خدهم مني دلوقتي بس اوريدي بالفعل فور دي معناها لمدة كذا ووراها مدة متكاملة سنس وراها بداية توقيت ايش معنى يعني لما اقول فور ا مانث لمده شهر قلت لك بدايته من كام لكام ما قلتش لكن سينس بجيب البدايه اما اقول سينس لاست Tuesday، من يوم الثلاثاء خلاص يبقى انا عارف من امتى بالظبط طيب لسه هنيجي عليها بالتفصيل بعدها المهم دي من الكلمات الدالة على المضارع التام يت ايفر ليتلي recently، وقلنا وانس او تويس او ثري تايمز او اي حاجه من هذا القبيل هذا هو المضارع التام ما ننساش تصريف ثالث وهاف وهاز معاه يلا نأخذ كده عليه شيء بسم الله آه عفوا عن المقاطعه آه هو يعتبر شيء حدث في الماضي وانتهى والله مستمر يعني انا اتوقع لا. انه مستمر يكون هو موجود اه لسه موجود في الحاضر، أنا قلت رجلي في الماضي ورجلي في الحاضر، وممكن يبقى ممكن يكون انتهى لكن له آثار، أعطيك مثال أستاذ مصعب اللي معايا. شوف أيه. أيه. يا أستاذ مصعب مثلاً لو قلت آه الولد ده عمل حادثة واتكسرت رجليه. The boy has broken his leg اتكسرت رجليه. الكسر هنا تم وانتهى ولا السيارة رايحة جاية على رجليه تكسر فيها؟ خلاص مش كده ولا لا صحيح الكسر انتهى لكن في اثر ازاي رجليه متجبسه فيها جبس او ان هو ما عرفش يروح المدرسه خلاص مش عارف يروح المدرسه خلاص مأثر ما عليه في الحاضر هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الحدث تم برمته في في الماضي بس له اثر في الحاضر تمام كده يلا اللي بعده بداية المضارع التام يا شباب الكلمات جبتها لك قدامك already yet for since ever so far just lately recently once twice three times four times وهكذا هذه الكلمات بس خد مني الهدية دي already تفضل نعم لو تكرر recently ايش معناها؟ recently يعني حديثا حديثا lately مؤخرا just يعني توًا So far إلى على مدى البعيد، ها؟ Ever يعني قبل ذلك طيب، already بالفعل الهدية بتاعتنا already بتيجي مع الجمل المثبتة ويت مع المنفية ركز already مع المثبت، يت مع المنفي طيب ناخد كده يت موجودة يبقى مثبت ولا منفي؟ لا، يت منفي منفي she her work yet didn't finish hasn't finished doesn't finish isn't finishing hasn't finished <applause> <applause> الله <تصفيق> تمام اديت لازم اجيبها منفيه يبقى هذه منفيه وهذه آه مصعب عليا الامور طب ركز معايا انا قلت مضارع تم يعني ايش يعني هاف او هاز وتصريف ثالث طب ما في ولا واحده فيهم هاف او هاز لهذه خلاص يبقى hasn't finished has وادي التصريف الثالث ومنفية علشان يت تمام جدا يلا اللي بعده دكتور اتفضلي منفية يعني فيها نت صح؟ اه منفية يعني, من هي فيها هي يعني آه. بس الاختيار اكون لازم يكون تمام فيه تمام اهو منفية فعلا يعني فيها نط جميل دي دي زي انتوا دي كده يعني لان موجوده يت خلاص نختار اللي فيها نت بالظبط اه تمام يلا يلا اللي بعده جين مع ليزا كل واحد فيهم بيتكلم هاي ليزا كيت ايتالي سوري كيت ليتلي كيت lately she's lost a lot of weight ليزا قالت لي I can't write sorry I can't wait to see her ركز lately, lately. Oh, موجودة lately تبغى ياخد ايش did you see do you see have you seen are you seeing

اقول لكم على شيء بقى اقول لكم على شيء تمام ركز هو انا بقول جمله خبريه ولا استفهاميه ده سؤال استفهاميه ده سؤال, سؤال استفهاميه ما هيش جمله خبريه فهنا الكلام يبقى عباره عن ايه جين بتقول هاي هاي ليزا هاي ليزا انت شفتي انت اللي هي يو تيجي معاها فبتقول لها انت شفتي كيت ليتلي مؤخرا شفتيها في وقت شفتيها مؤخرا ولا ما شفتيها؟ هاي هاف يو سين يبقى ده السؤال يا جماعه ما له علاقه بكلمه ليزا المهم انا عندي هنا ايه ليتلي يبقى هاف يو سين عشان ده سؤال يلا هيلين ازنت فهمتوها يا شباب؟ ايوه تمام هيلين هيلين از نوت هير شى from here dental appointment yet خلبي كملنيت hasn't re returned it ah دي. hasn't hasn't to no. return it هذه ها هو هذا التصريف الثالث شو جدا all members of my family all members of my family the pilgrimage to Mecca at least uh, once in their lives D have أقول إيه يا شباب؟ اختيار بي. B. My family are performed have performed where have been آه طبعا طالما عشان عندي كلمة T ايه؟ ها once يبقى have performed. اللي بعدها I haven't I haven't seen the new to the uh, new A uh, Toyota. yet yet before yet. already yesterday طب ليش خدنا yet عشان منفيه الله يكرمك الله يبارك لك عزين. فعلا عشان منفيه الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا haven't seen yet حلو جدا اللي بعده she is a good student she's learned a lot of english امم يا إيه؟ موجود ايه دي. already yet still already just already already, already. she is already learned بالفعل هي تعلمت a lot of English كميل دي مع الجمل المثبتة لكن يت مع المنفي طيب which one of the underlined words or phrases is incorrect آه السؤال بقى ده جديد جديد ايه الجديد اللي فيه بيقول لي هي اي كلمة اللي هي او العبارة is incorrect اول ما تلاقي incorrect كده يعني بيقول انا عايز حاجه خطا حاجه موجوده في الجمله هذه خطا تمام توم وادم يت. توم وادم يا شباب جمع ولا مفرد جمع ينفع جمع جمع, جمع. اخد معاه هاز ولا هاف هاف, هاف. هاف. يبقى هذه الكلمه هي الخطا يبقى هاز هذه الخطا بس بكل سهوله يبقى توم اند ادم جمع اخد معاها هاز ولا هاف اخد ها. هاف ها. هو جايب ها. لي هاز جايب لي هاز يبقى ما هذه خطا هي إيه دي الخطا المضارع التام المستمر تيجي تشوف كده قريبين في الشكل وفي الاسم كمان هذا مضارع تام وهذا مضارع تام مستمر مضارع تام present perfect مضارع تام مستمر present perfect continuous طيب الشكل هنا ايه؟ قال لي في اي ان جي علشان هو مستمر اي مستمر لازم يبقى فيه ان جي بس علشان تام لازم يبقى فيه تصريف ثالث، التصريف ثالث ايه؟ بين اهو بين تصريف ثالث ومعاها هاف وهاز طبعا هاف مع الضمائر بتاعتها وهاز مع الضمائر بتاعتها حقتها ما فيش مشكله بس ايه الفرق طالما قلت لي بقى مضارع تام ومضارع تام مستمر؟ قال لي المضارع التام فاكرين رجلي في الماضي ورجلي في الحاضر حدث بدا وله اثر او نتيجه فين؟ في الحاضر، امال ايش ده بقى؟ قال لي ده ماضي ماشي بدأ في ماضي. بدأ في الماضي ها؟ ربط احداث بدأ في مستمع. الماضي بالحاضر، بس التركيز على طول مستمع. المده ان في مده هو بيركز عليها، لما اقول اي هاف بين يعني انا بقى شغال on this project على هذا المشروع for ويك بقى لي اسبوع بقى ايه؟ اسبوع هو ده اللي احنا بنقول عليه كده هو ايه هو بيركز على المده مش الخبر بس اللي هو بيقوله لي لا ده انا فضلت شغال في هذا المشروع مده اسبوع وبتلاقي دايما في الغالب معاه فور هذه فور وممكن تلاقي سنس هذه سنس احمد هاز بين working since 5 o'clock شوف انا بقول فور فور ا ويك مده اسبوع يبقى انا جبت مده جبت مده مجمعه غير معلومه البدايه لكن لما اقول 5 سنس 5 كلوك من الساعه الخامسه طب لو انا قلت 5 اورز و5 كلوك اخد معاها ايه 4 ومعاها سنس ركز معايا 5 كلوك و5 اورز ليه اللي اجيب معاها 4 اللي اجيب معاها سنس 5 كلوك سنس 5 سنس تمام لان موجوده كمان في الجمله اهي 5 الساعه الخامسه بداية. بدايه مده سنس هذه سنس لكن لما اقول فايف اورز بقى لي خمس ساعات عرفت البدايه فين ما عرفت البدايه جمعتهم ها. انا مده هذه مده اقول ف... إيه ساعتها ايه فور. فور فور يبقى فور فور معاها مده لكن سنس معاها بدايه التوقيت بدايه يلا ندخل على الاسئله ندخل على الاسئله يلا. قبل ما امشي الفعل ده بيتكون من ايه يا شباب من الشكل الرابع اللي فيه اي ان جي وقبل منه ايش هاف بين مش هاف بس مين. مش هاف بس هاف بين او هاز بين والشكل الرابع الاي ان جي انا جايبه لك اهو عشان برضو ايه افكرك لسه بيه وي ان الاول فور وسنس معانا خلي بالك وي ان ذا هوت سن فور ان اور but still hasn't come yet. Have been waiting. Yet. يبقى قول لي بقى. Been. Have Deen. waited have ولا been. have been waiting? Have been. أه. been waiting. آه. Have been. Have been. D. اللي فيها ING. Have been waiting. واحد يقول لي يا استاذ ده يت موجودة. هقول لك ما يت هي جملتها ايه فيها هازنت اهي. أنا بتكلم في الجملة في رأس الجملة الأولى من الأول. هذه تعتبر جملتين مربوطين ببعض مربوطين ببعض اللي هو ايه؟ we have been waiting in the hot sun احنا فضلنا ننتظر في الشمس الحاره مده ساعه لكن still hasn't come yet لكن لسه لا يزال هو لم ياتي هو ما جاش طيب خدنا have been waiting اه هذه ايش؟ مضارع تام ومستمر ING موجودة؟ موجودة been موجودة؟ موجودة have موجودة؟ آه و before شكرا اللي بعده <applause> Helen and Mary for me for the past two hours waits is waiting has waited have been waiting, <تصفيق> <تصفيق> been. waiting. <applause> ha have been waiting have <applause> been waiting ah. طب <applause> فين يا شباب العلامة بتاعتنا الدليل بتاعنا ايش؟ آه فور. هيلين اند ماري فور. فور. فور فور زي ما احنا متفقين قلنا انا حاطط لك دي مش حاططها عياء كده لا البيبيون ده مش عياء ده انا حاطه علشان تفتكري فور وسينس مع المضارع التام المستمر في الغالب دايما او هاف بين ويتنج اول ما الاقي فور او سينس اخد الايه حجه المضارع التام المستمر اللي فيها اي ان جي ذا ستودنتس هاف بين وركينج اهو مضارع تام مستمر on their project several hours now هذه مضارع تام مستمر وكلمة several سيفر... خلي بالكم يا جماعة كلمة several تعتبر من العلامات الدالة كلمات الدالة طيب آخد إيش for ولا yet ولا since ولا about for several hours مود آه هذه مدة ساعات مدة for تمام ينفع آخد yet لا لا. لا ما هي منفية علشان ما هي منفية ينفع آخد since لا, لا, المدة محددة. محددة. آه المدة محددة المدة محددة لكن غير معلومة البداية مش عارفين بدايتها ايه مدة ساعات وخلاص تمام. بسم الله ما شاء الله بقيتوا أساتذة أهو يلا. The food has been cooking 30 minutes. Could you switch off? مضارع تام ومستمر 30 minutes 30 دقيقة. Since 4 Corolla since فور. ها فور لانها ماهيش بدايه هذه مده فقط الله يعطيكم العافيه يلا بقى ناكد على فور وسنس قال لي فور ودي سنس سنس مع بيجي بعدها توقيت بدايه يعني مع السنوات لو اقول بدايه سنوات اهو 2020 2010 20, 2015 تمام 15 اسماء الشهور اقول ايه سينس جون July, May مع اسماء الايام سينس فرايداي ونزي كلها بدايات Wednesday, ساتردي مع ذكر ساعه محدده لو انا اقول سينس 5 كلوك سينس 10 اي ام صباحا سينس 3 بي ام مساء او كلمه لاست او سينس لاست uh, كذا ماشي او سينس ذا beginning كذا ماشي يا شباب كلمتين دول فور بتيجي مع ايش بدي بعدها مدة بس غير معلومة البداية هي او مع عدد السنوات العدد فور uh, years, for 5 years, for three years مع عدد الشهور for 10 months for 8 months مع عدد الأيام for 3 days, 7 days for 5 hours ساعات مع كلمة several أو whole أو over نعم. أنا, أنا بطلع الحين أنا طالعة بس بسأل عن المحاضرة هذه مسجلة؟ عشان اقدر عنها؟ اه مسجلة مسجلة اه إيه، فين أحصلها؟ تمام تمام يلا شكرا. مع السلامة اللي بعده It is 3 PM and I for Peter for over 30 minutes خلي بالك من 4 و سنس. سنس. وخلي بالك م. من الاي ان جي عشان احنا بنشرح في المضارع التام المستمر اي ان جي قبل منه هاف بين او هاز بين يلا اي بيقول لي ايش؟ سنس لا ما في اه دي 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 هاف بين waiting have they, been, been waiting, waiting. Mm -hmm. عندي فور هذه تمام هذه مضارع تام مستمر ليندا بوكس سينس has been reading has been reading كان ينفع اخد اللي بعدها هذه ايوه هذ. السنس والفورج الفعل آه. بعدها في has been او have been بالضبط. جميل انا قلت have been او has been لكن هاد لا ما هي معانا جميل منى for Lisa to finish her exam for two hours has been waiting had been uh, sorry had waited is waiting hey. wait has been, has been. Has waiting yes Jane physics since she hey. was hmm, since has, has, has been has been studying تمام شطار اللي بعده we in the hot sun for nearly an hour Have, have, been, did, did. have been, have, uh, have, been, I have been waiting. جميل. Dave in the library since. Has, 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 has been, has been, reading. تمام. الله يعطيك العافية. آه. السؤال اللي سأله لي بقى الأستاذ اللي بيقول لي الأفعال غير الحركية. بس الشباب. أفهمكم حاجة كده مهمة وسهلة قوي لما أقول مثلاً آه I love my mother أنا بحب مين؟ والدتي تمام كده؟ ينفع بحبها الحين فقط وبعدين بعد ما أمشي من عندها خلاص ما بحبها؟ لا ما لا طب ليه لا؟, لا. 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 ليه لجأه؟ لأن لفظ ده فعل ثابت ما ينفع إن أنا أقول دلوقتي بس أنا بحب أمي ما ينفع ما يصير، ليش؟ لأن ده اسمه أفعال مشاعر، هذه أفعال ثابتة يا شباب. أي لايك تي أنا بحب الشاي، ينفع أقول I am liking تي يعني أنا بحب الشاي دلوقتي حالاً وبعد كده بكرهه ما يصير، صح؟ يبقى الأفعال الثابتة الافعال الثابته ما تيجي مع أفعال ما تيجي مع فعل متحرك زي المضارع المستمر المضارع المستمر بيحكي عن افعال بتحصل الان وقتيه كونتمبوراري وبعدين بسيبها واعمل غيرها باكل الحين تمام قدامي ايش ربع ساعه نصف الساعة وخلاص وبعدين بنتقل لشيء تاني اعمله بذاكر الحين تمام بذاكر ساعه اثنين ثلاث وبعدين بعدها بعمل شيء ثاني. ماشي؟ هذه تعتبر اسمها افعال حركيه. تحصل وتيجي غيرها، يحصل ويجي غيرها، لكن love بحب والدتي. افضل احبها على طول. لايك like ولاف هذه افعال ثابته. ما تيجي بقى مع المضارع المستمر. لايك ولاف وونت وديد، واديني المعنى بتاعهم اهو. طيب الافعال العقليه والمعرفيه. نو ثينك اندرستاند ريمبر. هذه برضو الأفعال العقلية والمعرفية ما تيجي مع الأزمنة المستمرة أهو. طب إيه الأزمنة المستمرة اللي هي المضارع المستمر أو التم المستمر؟ طالما فيها مستمر ما تحطليش فعل ثابت بقى. حطلي فعل متحرك. يمشي ويروح ويجي طول ما هو ماشي. ياكل، يشرب، ينام، حاجات حركية. يبقى مضارع مستمر وتم مستمر ماشي. لكن ثابتة؟ لا ما تيجي. ما تيجي مع المستمر طالما ثابتة. كذلك برضو افعال الحواس سينس اللي هي فيل وهير وسي طيب انا بسمع اليوم في حاجه بسمع اليوم طب انا فعلا عامه انا بسمع الحمد لله ربنا معطينا نعمه السمع هل بسمع الحين بس لا طب يلا هو دي الخلاصه اللي احنا كنا بنقول عليها فاهمينها يا شباب الحمد لله هناك ايضا بعض الايه النون اكشن فيربس اللي هي الافعال آه غير الحركية زي هيت اه بيكره بليف سيم مين فورجيت لوك كل دي برضه ما تجيش مع الايه؟ المضارع المستمر او اي زمن مستمر. انا كده خلصت يعتبر الشيء الايه؟ اللي احنا بنتدرب عليه سواء في الفهمه سواء في الاسئله. هذه اسئله تعتبر آه اثرائيه يعني زياده. هنشتغل عليها وبرضه وانت شغال انا برضه هاخدها. بحس ان انا اظبط جدا عندك الايه وتهضم المحاضره جدا وتكون انت الحمد لله حليت اكبر كم يلا وفيها معتبر فيها اسئله تعتبر متعاده ذا فود هاز كوكينج اي question دكتور نعم. No. هيت uh, ما تدخل مع المشاعر ما هي طبعا مع المشاعر no? ما هو هيت ما علشان يع... يعني الحب والكره يعني حتى اللي جايبهم هنا اصلا اعتقد لا بس دول كانوا الحب أيوه. برضو كذلك ما تبع المشاعر اه بحب او بكره او بابل تمام تمام يلا the food has been cooking 30 minutes could you switch it off 30 minutes آه. لسه قايلينها ها آه. ايوه كده آه. ماشي حاضر هنقول اهو فور ادم a book now المره دي بقى متلخبطه ممكن يجي لك كده او كده now reading آه. ها reading ولا is reading is reading is reading, is is reading. reading. Is تمام reading. تمام اللي بعده I usually usually reading I'm reading read or to read خلي بالكم من I read I'm. read I'm reading I am I am read read ليه الناس دائما حطة في دماغها طالما read. I بقى خلي بالكم usually

Yalla ya shabab ibadiv always wears alivada i always my grandmother on the weekend visit hmm? visit 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 okay. our boss important people every meet meet Our ميت م ما فيش موجودة. موجود ميت اللي oh. علشان هذا فعل مفرد. م. يلا دي When دي. I go to King Saudi University library, like, I usually, I usually. Study. 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 Tom, to Italy every year every. Goes. 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 جدا اللي بعده as a rule my father never um, never كلمة بسيطة goes بسيط goes. goes every time I stand in front of people I nervous خلي بالكم من every get 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 هنا اه عندي هنا اه تمام get تصريف أول اللي بعده آدم أبوك ناو ناو عندك أي إن جي وهنا أي بس فينا هنا آدم is is reading is ready ترى مستمر أما هو زوار وصرف أي at the moment I huh? anything let's go to the office house coffee sorry coffee house I'm at the going. moment I am not going I'm not, not doing. Doing. doing I'm not doing, doing. anything <laughs> ما بعملش أي حاجة <laughs> تمام <laughs> مدرع مستمر <laughs> Helen and Mary for me for the past two hours Half. خلي بالكم من four <laughs> Have فور. been waiting. Ah, have been waiting. The students have been working. مضارع تام مستمر. يبقى مع ايه يا فور يا سينس قال لي several hours four. for several hours شطار هي ليزا هاجت تاني ايه ليزا دي question mark did you see are, do you see have you seen or are you seeing see, see. have you seen have you have seen تمام see. <laughs> mm -hmm. helen is not here she معلش أنا عايز أشيل دي بس شوية عشان نعملها كويس يلا هيلين <applause> is not here she from the dental appointment yet <تصفيق> <تصفيق> دي دي, دي. <applause> hasn't returned has مبارعة تام <applause> <منف. تصفيق> all members of my family <applause> The pilgrimage to Mكة. Mm. Once خلي بالكم كلمة once. Uh, have Be. have. Performed. have oh. performed. Have performed ولا have been. آه. Have performed. مضارع <تصفيق> تام. اللي <applause> بعده. I haven't seen. خلي بالكم من haven't seen. منفي. Yeah. Yet. 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 حتى الآن. I haven't seen the new to, uh, Toyota. أنا ما شفتش Toyota الجديدة حتى الآن. Mm. She is a good student. She is learned a lot of English already. آه اللي هي مع المثبت already. فاكرين الخطأ هنا؟ توم أند آدم. has 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 yes. Mona, for Lisa to finish her exam for two hours. I welcome in four. Talama for has, be, has, be has been waiting. Has been waiting Udarata Mustamer Tabiola since she was a mm. uh, has been, uh, been starting Yeah. اللي بعدها we in the hot sun for nearly an hour and the bus still hasn't come have been we have uh, have, have, been. Been oh, have been waiting اه have been waiting مدارع تام ومستمر طبعا عندي فرقة موجودة اللي بعدها. since i has, uh, been, has, been, reading. has, has been, reading. been reading has been reading اللي بعدها Sarah hasn't met the supervisor a month. For four. Four. Four a four. month. Four. We for the results on our final exam for four days now. Four. Four. Have, have, been. Been. Have, been. Waiting. have been waiting. Mr. Davis hasn't missed a single lecture. He started uh, teaching خلي بالكم من hasn't missed مضارع تام for انا بقول لي هستق... اول ما تلاقي جمله فور يا جماعه احنا قلنا وراها مده هذه مده هذه ما هي مده لا مو مده لا هذه جمله هي ستارتد اول ما تلاقي هنا جمله ماضي يبقى تاخدي ايه سين فروم فنس. اه اللي بيجي وراها بي لا يا جماعه ما ناخدش اختيارات احنا ما اتكلمناش عنها انا ما اتكلمت عن فروم ولا انتل ما اخدهاش أنا أتكلم أو آخد الأشياء اللي اتكلم فيها الإيه الأستاذ بتاعي، اتكلم عن فور اتكلم عن سينس، ما اتكلمنا عن فور ولا انتل تمام؟ يلا She must be ready for her exam. She for weeks هذه فور فور بتكي مع إيه هي وسينس؟ uh, has, has, uh, has been studying has been studying مضارع تام مستمر يلا باقي حاجات قليله خالص ميسيس كارتر انجلش لتريتشر سينس 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 اختار معها هاز بين هاز بين اه تمام مستر سميث ابوك ويك ويك فور 25 ييرز has اللي بعدها توم تو to Italy افري بوز. a ghost ghost the weather warm these days these days هذه الأيام is getting is getting is getting is getting اللي بعدها. I have known Alex is years. هذه years is getting is years خلي getting is for is for 10 years. for 10 years, 14 years. 14 years. I usually. هذه usually. أريد. ريد. آه. ريد. آخر واحدة. Paul is a bad roommate while I clean the apartment on the weekends. He just. هه. Huh, video games. He just. هل يكلي مدرعة بسيط؟ آه. برضو يكون معطوف عليها مدرعة بسيط. طيب. Noof is having trouble with math at school, so she to find a total. فاكرين المعطوف على دي؟ اه از تراينج مضارع مستمر كده احنا خلصنا الحمد لله يعتبر واخدين دقيقه كمان زياده بس ما فيش مشكله المهم الحمد لله احنا بقدر الامكان قدرنا نغطي على الاربع ازمنه اللي احنا خدناهم في التنسز مضارع بسيط مضارع مستمر مضارع تام مضارع تام ومستمر الحمد لله ضمناهم كويس عرفنا المطلوب مننا كلمات الداله شيء مهم جدا جدا كدلاله على الشخص اللي عاوز يجيب الجمله بطريقه صحيحه وبسرعه من دون ما ياخد اي وقت فيها تحفظ مهمه جدا جدا زائد الافعال اللي قلنا سواء القياسيه والغير قياسيه ارجو انها تتحفظ عشان تفيدنا جدا في الريدنج وفي الليسننج شكرا ليكم وكنت معاكم دكتور علاء عبد المقصود في المحاضره <applause> من المحاضرات العامه الخاصه دكتور ستيب اتفضل حبيبي الله يرفعك انت دكتور على المحاضرات كم مده في الاسبوع؟ عندك ثلاث ايام أه حد وثلاث وخميس على مدار شهر يبقى كده 12 محاضره، ثلاثة في أربعة ب 12 محاضرة، زائد المحاضرة الخاصة بتكون تليها على طول. يعني إحنا بنعمل سكشن محاضرة الخاصة بتكون مثلا لو حد وثلاث وخميس والتانية بتكون سبت واثنين وأربعة. شكراً. يا دكتور حبيبي دكتور علاء معلش كيف نفرق بين السيمبل فورم بالبريزنت بيرفكت كونتينوس والبريزنت بيرفكت آه بيرفكت عشان <applause> تمام هي في الغالب هي في الغالب في بالنسبه للاختبار هي المفروض ان هي بتيجي مع الاثنين ممكن تيجي مع المضارع التام والمضارع التام المستمر لكن إيه. لما م... لما مسكنا حللنا اغلب الايه الاختبارات اللي بتيجي لقينا ان هي بتيجي مع الجمل الخاصه بالمضارع التام المستمر فور وسنس تمام كده؟ أه... عندي سؤال حتى انا أه... اتفضلي أه... في في هوم وورك او شي تسويه هو الـ هو اساسا كان المفروض الاسئله اللي هي هذه بس انا قلت احلها معاكم كاني بالظبط ايه عملت معاكم الهومورك من اول هنا شوف انا كنت عامل ايه هنا ذا تمام وبعدين بدات اسئله تانية يعني انا مع كل كل مج... قاعده عملت اسئله وبعدين كان المفروض هو ده الهومورك بس انا قلت احله معاكم علشان انتوا تخلي بالكم الهومورك بتاعك بقى الهومورك بتاعك المطلوب منك تراجع القواعد كويس جدا تحفظ الكلمات الدالة وتشوف الاسئله احنا حليناها ازاي تمام شكرا لكم وربنا يعطيكم العافيه تصبحوا على الف خير وان شا شاء الله معادنا النهارده الايه بالنسبه للسيكشن الخاص هيكون ان شاء الله بكره غدا ان شاء الله اما بالنسبه للمعاناة في الدوره العامه فقط يعتبر النهارده الثلاثاء هيبقى معاده ان شاء الله الخميس شكرا لكم وتصبحوا على الف خير